لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو. أهلا بكم دكتور صباح. بداية، الاتحاد الأوروبي قال اليوم إن العراق ما زال على قائمة البلدان شديدة الخطورة فيما يتعلق بغسل الأموال، كيف تقرأ ذلك؟ تفضل. حقيقة العراق منذ 2003 ولغاية اليوم نتيجة للفساد المستشري في مفاصل الدولة ما زال يعتبر في مقدمة الدول الفاسدة، خصوصا في عمليات الغسيل للأموال وتهريب المخدرات وبيع السلاح وكثيرا من القضايا التي تخالف القانون الدولي أو حتى القانون المحلي. لذلك نلاحظ أن الإيرادات الداخلة إلى العراق حقيقة منذ 2003 ولغاية اليوم تقدر بأكثر من تريليون و200 مليار دولار دخلت كإيرادات نفطية، لم يستفد منها العراق في عملية بناء البنية التحتية أو عمليات الخدمات أو عمليات تطوير الإيرادات خارج إطار النفط كالصناعة والزراعة والخدمات وغيرها، وإنما تم الاستحواذ عليها من خلال أحزاب وقوى سياسية مرتبطة بأجندات خارجية، إضافة إلى امتلاكها إلى أذرع مسلحة تساعدها في فرض نفسها في الوزارات والمؤسسات التي تدر عليها بعملية الأموال أو عمليات الغسيل للأموال بأشكال مختلفة وتحويل هذه الأموال إلى جهات تساعد هذه الأحزاب أو الأجندات الخارجية في فرض نفسها في المنطقة إقليميا، وهذا ما نلاحظه من السلوك والعنف وانتشار التوتر واللا أمني في المنطقة نتيجة لهذا السلوك لهذه القوى. نعم دكتور صباح، اللجنة المالية البرلمانية أكدت تعطيل عملية لجنة التحقيق في قضية تلف 7 مليارات دينار عراقي في خزينة مصرف الرافدين كما تعلم بعد تغيير الحكومة خصوصا. إلى أي مدى يؤكد ذلك استفحال منظومة الفساد المتحكمة في مفاصل العراق وصعوبة محاربتها؟ بالتأكيد الأذرع الممتدة في مفاصل الدولة وخاصة القضاء المسيس، إضافة إلى الأجهزة التي تم تشكيلها في الحكومات السابقة التي تشرف على عمليات تطبيق برامج الدولة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو الخدمية، واللجان المشرفة عليها من قبل مجلس النواب حقيقة تكون غير واضحة في سلوكها وتعاملها بمصداقية مع واقع العراق وواقع الشعب العراقي واحتياجاته. ولذلك كثيرا من الجرائم سواء في عملية السرقة، جرائم السرقة أو جرائم الاستحواذ على الأموال أو الأراضي أو العقارات التابعة للدولة أو غيرها تشكل كثيرا من اللجان، حتى عمليات الإجرام والخطوب، وهذا ما شاهدناه فترة السيد عادل عبد المهدي أثناء الانتفاضة في 1 أكتوبر 2019. حقيقة شكلت العديد من اللجان آخرها اغتيال السيد هاشم الهاشمي، لاحظ شكلت لجنة وخلال فترة زمنية حددها رئيس الوزراء، ولكن لم تفلح حقيقة هذه اللجنة بعمليات الكشف عن القاتلين. لذلك نلاحظ أنه يعطينا مؤشر بأن هذه القوى ممتدة يدها وتطول كل الأجزاء الخاصة بإدارة الدولة، ولذلك القرارات التي يتم تشكيلها
دون أي شكل من أشكال الواقع الذي يفرض نفسه على الشارع في عملية تحقيق هذه اللجان ونتائجها في استحصال الحق العام. نعم دكتور، الكاظمي في برنامجه الانتخابي أكد على محاربة الفساد، باعتقادكم هل حقا الكاظمي عاجز عن تنفيذ ما وعد به أم أنه جزء من منظومة الفساد الكلية؟ في اعتقادي السيد الكاظمي يحاول مسك العصا من الوسط، أن يخلق حالة من حالات التوازن للصراع، الصراع الدائر ما بين القوى السياسية في الاستحواذ على المناصب، عملية تدوير الشخصيات في مناصب الدولة، عمليات كذلك أيضا التطور اللي ممكن أن يحصل. لم يتمكن الكاظمي حقيقة الوصول إلى الأهداف التي طرحها إعلاميا ولا تظهر لي الواقع أمامنا، ولكن يبقى الكاظمي نقطة في تحريك الماء الراكد والآسن. طيب الآن دكتور، في البيئة العراقية. الآن لجنة الخدمات النيابية أقرت بأن تشكيل اللجان التحقيقية فقدت مصداقيتها ووصفتها كذلك بالبدعة السياسية لتسويف أي ملف واحتواء القضايا التي تهز الرأي العام. إذن ما هي الطرق والوسائل التي يجب اتباعها لمحاربة الفساد في العراق حاليا؟ أولى هذه الطرق، من الواجب أولا اتخاذ قرارات صريحة وحقيقية وواقعية بنفس الوقت. أولا تعديل وإصلاح القضاء المسيس الذي يساند الفساد بشكل أو بآخر من خلال حالة التسويف بتشكيل لجان تحقيقية في كل قضايا الدولة. الجانب الثاني هو أن على الدولة أن تعمل شكل من أشكال البرامج للسيطرة على ممتلكاتها ونزع حالة اللاشرعية للقوى السياسية المسيطرة على كثيرا من المنافع التي تدر عليها إيرادات، بدءا من المطارات، المعابر الحدودية، نقاط التفتيش الوهمية التي تأتي بالأتوات أو غيرها. هذه كلها يجب، إضافة إلى غسيل الأموال في من خلال مصارف وعقود قد تكون حتى وهمية، هذه كلها إجراءات تتطلب السرعة في القرارات والقوة، ولكن في اعتقادي ما زال لم يمتلكها السيد الكاظمي بهذه القوة رغم محاولته التي فشل فيها. شكراً. في 14/4/2020. نعم، الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.